ممكن انا تخليك شاب بانه ممكنش انه نطلبوا ولا نتسناو شي تغيير بلا ما يكون عندنا شعب واعي وشعب قاري. شوف فاش كيسالي اللقاء كنجمعوهم وكنصوبو بهم مكتبات في مناطق قروية في البوادي المغربية. فكرت في مبادرة اللي نقدر نخلق بها واحد التغيير صغير اللي يقدر ينفع للمدى البعيد او المتوسط، وكان الحل هو الموسيقى هو الفن، وحيتاش هو اللغه اللي كيتعاملوا بها الناس، هو اللغه اللي كاع الناس كيبغيوها.